إنجاز تاريخي بالفوز بالميدالية البرونزية الرابعة. البعض ممكن يعتقد أن الميداليات في كأس العالم للأندية طالما مش معاك كأس البطولة أو ما وصلتش فاينل فأنت كده ما عملتش إنجاز إطلاقاً يا جماعة. خدوا بالكم، مع كل ميدالية برونزية ومع كل تحقيق مركز وفوز في كأس العالم أنت بتزيد في ترتيب أفضل الأندية على المستوى الإفريقي، والتصنيف بتاعك بيزيد سواء ضمن أفضل الأندية أو حتى على مستوى نادي القرن في إفريقيا. النادي الأهلي على فكرة أضاف لرصيده 4 نقاط بعد تحقيق الميدالية البرونزية والمركز الثالث. الأهلي فاز بالبرونزية 4 مرات، 2006 و2020 2021 و2023. الإنجاز بالبرونزية هنا على فكرة مش يأتي من فكرة اللي أنت يعتبر ما حققتش الهدف الأساسي أنك وصلت فاينل، لا، الأهلي تاني أكتر الأندية تحقيقاً للميداليات في كأس العالم للأندية بعد مين؟ بعد ريال مدريد. فالأهلي عمل إنجاز كبير وإنجاز تاريخي. ولكن قبل ما أخش لقصة الأرقام، عنواني الأساسي النهاردة اللي عايز أشتغل عليه وكنت بقوله في بداية الحلقة، الأهلي يتفوق على أندية آسيا، الأهلي لا يخسر في آسيا. كلام كتير قوي كان بيتقال، أصل الأهلي لو واجه الهلال هيخسر، أصل الأهلي لو واجه العميد الأندية السعودية اتحاد جدة هيخسر، أصل فارق كبير جداً في القيمة التسويقية والنجوم اللي هنا والنجوم اللي هنا. اللي يراهن على الأهلي عمره ما يخسر، اللي يراهن على الأهلي عمره ما يخسر. وأنا من أول يوم في البطولة قلت مشاركة تاريخية لبطل إفريقيا في كأس العالم للأندية، ده كان رهان، ورهان مع ناس كتيرة وناس كبيرة وزملاء صحفيين كبار كمان حتى في المملكة العربية السعودية. لا، انت تيجي اول مباراه تاخد واجبك وشكرا وسلام عليكم وعليكم السلام. يا جماعه القصه مش كده، انت بتلعب نادي القرن، انت بتلعب اعظم فريق وزعيم الكره العربيه والافريقيه. لا، الكلام ده كان زمان يا عم الحاج، استنى اصبر، ده انا شايف نسبه تفوق الاهلي 70-30. لا لا لا، قول العكس، 30-70. طب خلاص بينا الملعب، نزلنا الملعب واتفرجنا وشفنا التاريخ والحاضر والمستقبل قال كلمته في المباراة. كسب الأهلي اتحاد جدة بثلاثية، وكان سبق ليه الفوز على الهلال السعودي برباعية، ولما واجه بطل آسيا في تحديد المركز الثالث كسبه برباعية، وبطل آسيا هو الفائز أو الفريق الفائز على الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا البطولة الماضية. فالأهلي لا يخسر في آسيا، الأهلي لا يخسر من الأندية السعودية، الأهلي كعبه عالي على الأندية السعودية وعلى الأندية الآسيوية. ده التاريخ وده الحاضر وده المستقبل. طول ما انت بتراهن على الاهلي وعارف قدرات وامكانيات ومنتاليتي العقليه داخل النادي الاهلي، هتتاكد 1000000% ان الاهلي لما بينزل وفي تحدي وفي اصرار انه يكسب هيقول كلمته وهيفرض كلمته. والمكسب مش واحد ولا اتنين، ده 3 أو 4 سواء في العام قبل الماضي او في العام الحالي. الاهلي لما كسب بطل اسيا، الاهلي ما كسبش فريق ياباني. الناس متخيلة الأهلي كان بيلعب فريق ياباني فالأهلي كسب فريق ياباني، لا 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 لا، أنت كسبت بطل آسيا. الأهلي هو النادي الإفريقي الوحيد اللي بيخلي الكرة الإفريقية تتفوق على الكرة الآسيوية. الأهلي ممثل القارة الإفريقية نجح في اقتناس ميدالية برونزية في العام الحالي والعام قبل الماضي بالفوز على بطلي آسيا سواء الهلال السعودي أو أراوا ريد بطل اليابان. وسبق لي الأهلي الفوز على اتحاد جدة منظم البطولة، واتحاد جدة هو بطل الدوري السعودي اللي كسب الهلال السعودي واخد الدوري السعودي من الهلال السعودي. هي أمور كده كلها على بعضها أرقام تاريخية لازم نذكرها لبعض من يتشدق بفكرة أن الأهلي لا يستطيع أن يحقق أي شيء في البطولة. الفكرة في حد ذاتها أنك لما تحلل وتتكلم كورة لازم تبص على الملعب بواقعية، لازم تكون فاهم كورة كويس. هي مش 3-4-3 و4-4-2 والأطراف تطير والباكات تقف والكرة العرضية والكرة الركنية والتيكي تاكا التحليل عمره ما كان كده على فكرة. التحليل علم فيه تفاصيل كتير، بس الكلمتين الحلوين اللي البعض ممكن يقولهم على الشاشات والجماهير اللي ممكن تستوعب بعض هذا الكلام في فترة من الفترات وتعظم وتكبر من قيمة بعض المحللين، بتيجي في توقيتات معينة الجماهير بتصطدم في بعض الآراء الفنية اللي بتتقال على فريق النادي الأهلي. ولكن احنا بما اننا في المجال ده من سنين ودوسنا ملاعب كتير وسافرنا وشفنا كتير، نقدر نقول كتير. والناس دايما بتبقى شايفه التاريخ احنا بنقول ايه قبل المباريات الكبيره، لما بيكون عندنا واقعيه ان الاهلي هيكسب
الأهلي بيكسب. لما بيكون في سنة قلق وتخوف إن المباراة صعبة بيبقى عندنا مقدمات لده. لكن البعض اللي بيتكلم على 4-3-3 و3-4-3 والهافات تطير والمساكين يرجعوا ونص الملعب والدايرة والكومباك والكلام الكتير المجعلص اللي بيتقال في التحليل، عمرها ما كانت كده ولا الكرة كده، عمرها ما كانت كده ولا الكرة كده. الأهلي لا يخسر في آسيا، كسب اتحاد جدة، كسب الهلال، كسب أراوة، كسب بطل آسيا في آخر 3 نسخ من كأس العالم للأندية. على فكرة ده مش كلام أنا بس،